السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم طبخ. طبعا انتم عارفين انه قناتنا احنا ما بنعمل طبيخ، قناة متنوعة، بس اذا كان في طبخات هيك غريبة فيها اشي زي هيك ممكن نعملها يعني كمان. فاليوم طبخة اليوم راح نعمل لكم اياها اللي هي الشكشوكة، بس شكشوكة اليوم اللي هي الصح الاصلية اللي هي على الطريقة التركية، وراح نحكي لكم الأسرار اللي بتنعمل فيها، لأنه كل الناس بتعرف الشكشوكة عبارة عن بندورة بيض بس، أو جزمز زي ما بيحكوها، بس إحنا اليوم راح نعطيكم بندورة بيض صح، الشكشوكة الصح. خليكم معنا شوفوا المقادير وإحنا بنشتغل. أول إشي راح نحط زيت. طبعا في ناس بتحط زيت زيتون، زيت الزيتون مو طيب معها، وفي ناس بتحط سمنة، كمان السمنة مو طيبة معها. بنحط زيت قلي بس، وبنحط كمان معاها شوي صغيرة زبدة بس. خلي الزبدة تذوب مع الزيت. بتمنى اللي راح يجربها على الطريقة هاي يكتب لي بالتعليقات جربها وشو طلع معها. هلا بعد ما يحمى الزيت وتذوب الزبدة بنحط راس بصل واحد ووسط، لا صغير ولا ايش ولا كبير. طبعا البصل ما بنخليه يتحمر، بس اشي بسيط يتذبل زي ما انتم شايفين، نخليه يتذبل بس تذبيل اشي بسيط، ما منخليه يصير لونه أحمر. وهلأ بعد ما يكون البصل اتذبل بنحط عليه اللي هو فلفل حلو او فليفلة، كمان راس وسط لا صغير ولا كبير. ممكن كمان للناس اللي بتحب الحار تحط كمان فلفل حار مع الفليفلة الحلوة هاي. وبنحركهم. زي ما انتم شايفين البصل اتذبل والفليفله كمان بلشت تتذبل، فلفل حلو يعني دقيقتين دقيقة حسب. طبعا النار بتكون هون عالية. وهلأ منجيب البندورة أو الطماطم ومنحطها فوق البصل والفليفلة. طبعا البندورة تقريبا أنا عامل 10 حبات بصل. نقلبهم طبعا مع بعض. زي ما انتم شايفين نقلبهم بطريقة ممتازة. طبعا السر وين؟ السر انه البندورة لازم نقشرها، ما نعملها بقشرها، تمام؟ يعني البندورة تتقشر، ما تتركوها بقشرها. وطريقة التقطيع بتكون زي السلطة، مربعات بس كبيرة. زي ما انتم شايفين هيك كله تخلط مع بعضه. هلا شو بنعمل؟ بنحط على البندورة
هلا شو بنعمل؟ بنحط عليها بس فلفل اسود معلقة صغيرة وملح كمان معلقة صغيرة بس. طبعا انا بستخدم الملح اللي هو ملح الهيمالايا اللي هو افضل وصحي اكثر من الملح العادي. بنحركهم لازم نحركهم بشكل ممتاز. وهلا بنتركهم تقريبا 10 دقائق على النار لحد ما البندورة تتذبل ومنغطيها كمان، وكل دقيقتين ثلاثة بنفتح عليها بنحركها شوي لمدة 10 دقائق. خليكم معنا. طبعا لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك عشان يوصلكم كل الفيديوهات المتنوعة، يعني مش بس طبيخ، كل اشي بخطر عبالكم رح تلقوه. ومنغطيها ومنرجع لكم. طبعا هلا بعد ما مروا 10 دقائق بنفتح عليها زي ما انتم شايفين. هلا اذا كانت البندورة ميتها كتيرة راح تكون المي كثيرة، اذا كانت البندورة نوعيتها ما فيها مي كثير راح تكون ناشفة. هلا اذا كانت المي زي ما انتم شايفين كثير شوي تمام، بتخلوها دقيقتين من غير غطا. تمام، دقيقتين من غير غطا. اما اذا كانت ميتها ناشفة بدها مي، بتحطوا عليها ربع كاسة مي وبتتركوها شوية، بعدين بتضيفوا البيض. هلا زي ما انتم شايفين المي شوي كثيرة، فراح نتركها من غير غطا لمدة دقيقتين، بعدين بنحط عليها البيض. وهلا هيك بعد دقيقتين هيك صار شكلها. هلا بنضيف عليها البيض. طبعا الكمية هاي انا حط عليها تقريبا 5 بيضات. هلا بنخلطهم بس مش بشكل كتير، يعني نخلطهم شوي صغيرة بس، ونحط عليهم رشة ملح بسيطة، ونوزعها عليهم كلها تمام، وما بنحركها تحريك كامل، تحريك بسيط. نحركها بس تحريك بسيط اللي البيض ينزل لتحت. زي ما انتم شايفين نتركها لحد ما البيض يستوي بشكل ممتاز، وبعديها صحتين وعافية. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو عشان ينزل لكم فيديوهات متنوعة، وعشان تكونوا عارفين الطبخة الجاية على قناتنا راح تكون لسان عجل. راح نوريكم كيف بدنا نعمل لسان العجل بس بطريقة جديدة. صحتين وعافية. يلا سلام.